مرحبا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذه التغطية التي لا تنقطع على شاشة القاهرة الإخبارية لتطورات الأوضاع في إقليمنا هذا في العالم بأسره في الحقيقة، لكن هذه المرة في لبنان. الذي حدث في لبنان يمكن أن ينقل لنا فكرة واحدة بعينها، وهي فكرة أحب أن أنقلها لكم بدوركم، وهي أن إسرائيل والإسرائيليين بارعون أيما براع في أمر واحد بعينه على الأقل، أمر صاروا أقدر الناس في العالم على القيام به، صاروا أبرع الناس في العالم في تصميمه وهندسته وتنفيذه بصبر مطلق. الإسرائيليون لديهم هذه الحالة المذهلة من رباطة الجأش التي تمكنهم من طبخ طبخة قد تستغرق شهورا وربما سنوات، لكنهم يتذوقونها على مهل، يضيفون إليها التوابل مرة كل شهر أو شيء من هذا القبيل. طبختهم اسمها القتل، هم أبرع قتلة في العالم، دعوني أنا على الأقل أشهد لهم بذلك. ما فعلوه في لبنان براعة لا يمكن نكرانها، هذه البراعة هي براعة الإسرائيليين الوحيدة في تصور المتواضع، هي براعتهم في سفك الدماء. كفانا الله شرهم وشر براعتهم هذه. ذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مصادره أن إسرائيل تستهدف بعمليات تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية خلق حالة من الذعر لدى قيادات حزب الله تدفعهم إلى تغيير مواقفهم من الصراع معها. وأضاف أكسيوس أن الهدف من تفجيرات لبنان هو إقناع حزب الله بأن من مصلحته أن ينفصل عن حماس وأن يتوصل لاتفاق منفصل لإنهاء القتال مع إسرائيل. وأشار الموقع الأمريكي إلى أن أجهزة اللاسلكي الشخصية التي انفجرت اليوم في الضاحية الجنوبية لبيروت كانت مفخخة مسبقا من قبل الموساد الإسرائيلي وتم توصيلها إلى حزب الله. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إنه يتواصل مع وزير الخارجية اللبناني من أجل الدعوة لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجمات السيبرانية التي يتعرض لها لبنان. وأوضح ميقاتي أن إسرائيل تضرب بكل القوانين الدولية عرض الحائط، وأضاف أن حكومته ستبذل ما بوسعها لمنع الحرب عن لبنان وتأمين السلام. الآن ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الزميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية هناك. مرحبا بك مصطفى. دولة رئيس الوزراء اللبناني الذي يقود حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أشار إلى هجمات سيبرانية، وهو أمر لا ينطبق على ما حدث يا مصطفى، أم أنه ينطبق يا أخي؟ تفضل. حسب وصف رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب مقاطي بأنها حرب متكاملة الأركان، وهذه هي الحرب السيبرانية.
أو الحرب الإلكترونية هي جزء من الحرب الشاملة التي تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ليس فقط في الجنوب اللبناني فقط الذي يشهد يعني الطائرات التابعة لقوات الاحتلال وقذائف المدفعيات وكل أنواع الحروب المعروفة، ولكن الأمر تطرق أيضا إلى الحرب الإلكترونية التي بدأت قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال الإسرائيلي في إيصالها إلى الداخل اللبناني لإحداث حالة من حالات الضغط على حزب الله، وذلك وفقا لمصادر إعلامية إسرائيلية وأمريكية أيضا تحدثت بأن هذا هو كان الهدف الرئيسي. إذا ما عدنا للحديث عن الداخل اللبناني وحديث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، والذي أكد على أنه على تواصل مستمر مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من أجل الضغط على المجتمع الدولي، وأيضا الاتصال المستمر مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن في محاولة لوقف هذه الحرب الإلكترونية التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الأجهزة داخل الدولة اللبنانية. الأمر لم يعد بجديد، كانت هناك منذ أيام وشهور منذ بداية الحرب في قطاع غزة هجمات إلكترونية تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المنشآت الحيوية داخل الأراضي اللبنانية، ولبنان تضرر كثيرا من هذا الشيء وقدم بشكاوى عديدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ولكن ما حدث خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بكل تأكيد هو فاق الحدود بالنسبة لما هو معروف ومنتظر من الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية. هذا الاستهداف لم يشمل فقط العناصر التابعة لحزب الله، ولكنه أيضا امتد إلى المدنيين، ولكن عند الحديث عند هذه النقطة تحديدا الغالبية العظمى من الإصابات هي عناصر تابعة لحزب الله، سواء كانت في يوم الأمس أو هذا اليوم في الهجمة الثانية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وقدرت حتى الآن وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية بحوالي 450 إصابة هذا اليوم، يضاف إلى إصابات الأمس والتي قدرت هي الأخرى وفقا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية بحوالي 2750 إصابة جراء هذا الحادث الذي تم استهدافه من خلال استهداف لأجهزة المناداة الإلكترونية في يوم الأمس. واليوم كان هناك تطور لاستهدافات الأجهزة الإلكترونية، حيث تم استهداف أجهزة اللاسلكي التي يستخدمها عناصر من حزب الله، بالإضافة أيضا إلى الفرق الطبية والمهندسين والإسعاف، هم الآخرون كانوا يستخدمون هذه الأجهزة، لذلك فالإصابات تنوعت ما بين إصابات لمدنيين وعناصر لحزب الله، ولكن على أي حال فإن الغالبية العظمى من هذه الإصابات وأكثر من 80 أو 85% سيكون للعناصر التابعة لحزب الله. إذا ما عدنا إلى الشارع اللبناني الذي هو الآن في حالة حزن شديد، لبنان حزين من يوم الأمس ويعيش فاجعة كبرى لا تقل فجعة عن أحداث وحادث مرفأ بيروت والذي اهتزت له الدولة اللبنانية بالكامل. الآن هناك حالة من حالات الحزن الشديد في الشارع اللبناني جراء هذه الهجمة غير المعهودة وغير المسبوقة، والتي وصفها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بأنها جريمة هي الأخرى وجريمة كبيرة، ويجب على المجتمع الدولي إيقاف كل هذه الهجمات والجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الدولة اللبنانية، وأن يعمل المجتمع الدولي في الضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إقرار السلام ليس فقط في الجنوب اللبناني الذي كان هو المتضرر الأكبر من الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية، ولكن الداخل اللبناني والعاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت التي هي في الأصل تعد أحد المعاقل الرئيسية لحزب الله تضررت كثيرا يوم الأمس، واليوم كان لها نصيب آخر من العملية الإلكترونية السيبرانية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بمقدار أقل من المناطق الجنوبية ومنطقة البقاع الشرقي. بالنسبة للحديث عن حالة التأهب هنا في الشارع اللبناني والأجهزة العامة هنا في الدولة اللبنانية، فالمستشفيات والتي رفعت درجات الاستعدادات والجهوزية من يوم الأمس تحاول على قدر الإمكان التعامل مع كل هذه الأعداد من المصابين. إجمالي الإصابات خلال الـ 24 ساعة تجاوز 3000 مصاب ويصل إلى 3500 مصاب، لذلك فالقدرة الاستيعابية للقطاع الطبي في الدولة اللبنانية التي لم تكن هي في الأصل مؤهلة لذلك تعاني كثيراً جراء هذه الأعداد، ويتم نقل وتوزيع المصابين من العاصمة اللبنانية بيروت إلى بعض المحافظات الشمالية، وأحيانا نرى إصابات ترد إلى المناطق إلى العاصمة اللبنانية بيروت
القادمة من المناطق الجنوبية والبلدات والقرى اللبنانية الجنوبية التي تتعرض لهجمات واعتداءات، وعدد المستشفيات بها غير كافي، وعدد الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية في الأصل هو أيضا غير كافي. تحاول جاهدة الدفع نحو العاصمة اللبنانية بيروت، وكنا قد شاهدنا خلال الساعات الماضية وصول بعض الحالات من منطقة البقاع الشرقي صاحبة النصيب الثاني من هجمات اليوم من حيث عدد الإصابات. تم نقل هذه الإصابات أو عدد من الإصابات إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ونحن الآن في الوقوف أمام إحدى المستشفيات الكبرى في الدولة اللبنانية وفي العاصمة اللبنانية بيروت، وهي مستشفى الجامعة الأمريكية التي ما زالت تحاول جاهدة تقديم كافة أنواع الدعم الطبي إلى المصابين. العزيز مصطفى، دعني فقط أشير للسادة المشاهدين إلى أن المادة المصورة التي نبثها الآن، وهي مادة إيقاعها مسرع كما يمكن للمشاهد الكريم أن يلاحظ، هي للعاصمة اللبنانية في لحظة وقوع الانفجارات المتزامنة في مناطق داخل العاصمة اللبنانية، ويمكننا أن نلحظ تصاعد الدخان، وفي كل مرة يتصاعد فيها الدخان. ومرة أخرى أقول لكم مشاهدي الكرام أن الإيقاع مسرع تسريعا اصطناعيا، في كل مرة يتصاعد فيها الدخان هناك جهاز قد انفجر، وهناك عين قد تلفت، أو يد قد بترت أصابعها، وليس بالضرورة لمقاتل، ليس بالضرورة لمقاتل. مصطفى، اللغز الذي ما ينفك يطاردني طوال اليوم هو التالي: تعلمنا الدرس إنه إسرائيل ربما فخخت هذه الشحنة من أجهزة المجيب الآلي وربما غير ذلك من أجهزة، وشاهدنا بأم عيوننا الناس وهم يصابون ويفقدون عيونهم أو أصابعهم وربما يموتون. كيف نفسر أن البعض ما يزال يستخدم هذه الأجهزة، وأن القتلى والجرحى ما يزالون يسقطون يا مصطفى؟ أولا، كان حادث الأمس هو استهداف لأجهزة النداء الآلي المعروفة بالبيجر. هذه الأجهزة والتي تم استهداف حوالي 2750 مصاب من هذه العملية السيبرانية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. اليوم كان هناك اختلاف نوعي فيها في نوعية الاستهداف، حيث تم استهداف أنواع أخرى من أجهزة الاتصالات اللاسلكية والمعروف بالوكي توك. هذه الأجهزة والتي تنتشر ما بين كثير من المدنيين، ما بين الأطباء وما بين المهندسين وما بين فرق الدفاع المدني والإسعاف، وكثيرا المواطن العادي اللبناني ما يستخدم هذه الأجهزة في مواقع عمله. لذلك فالتنوع الذي اعتمدت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أنواع متفرقة من الأجهزة اللاسلكية هو الذي أعطى المساحة اليوم لأن تكون هذه العملية الثانية قائمة وتنفذ، وبشكل يصل بعدد الإصابات إلى أكثر من 450 إصابة حتى الآن في هذا اليوم، وهذا الرقم مرشح للزيادة، وذلك وفقا لتقديرات وزارة الصحة. هذه الأجهزة التي تم استهدافها اليوم تختلف عن الأجهزة التي تم استهدافها بالأمس، ولذلك فالحديث عن من خلال وسائل الإعلام اللبنانية والتقدير والمؤشرات الأولية تقول بأن هناك استهدافات وحرب إلكترونية واسعة النطاق تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا أحد يعلم مداها، وإن كانت هناك بعض الهجمات الأخرى التي ستنفذ، وإلى أي مدى ستنفذ، وبأي طريقة وبأي آلية ستنفذ. نعم يا مصطفى، ولو أن التقارير التي تريدون عبر وكالات الأنباء تشير إلى أن أجهزة المجيب أيضاً تتسبب في إصابات حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها، وهذا أمر في غاية العجب. والله قلوبنا مع أهلنا في لبنان يا مصطفى. أشكرك جزيل الشكر. مصطفى عبد الفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت. كان حزب الله اللبناني قد قال إنه سيواصل عملياته اليومية ضد إسرائيل. هذه المواصلة فصلها حزب الله عن الرد الذي سيتخذه عقب تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية وتحديدا البيجرز في لبنان. ونعى حزب الله عناصره التي قتلت يوم أمس، سواء في الجبهة الجنوبية في بليدة ومجدل سلم أو جراء انفجار أجهزة البيجر في لبنان.
كما قال حزب الله إن ما حدث يوم أمس سيزيده عزما وإصرارا على المضي في طريق المقاومة. مرة أخرى حزب الله يقول إنه سيواصل استهدافه لشمال إسرائيل بغض الطرف عن الجريمة التي ارتكبها الإسرائيليون بحق قواعده وكوادره وبحق لبنان عموما. الآن ينضم إلينا من جنوب لبنان الزميل أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. مرحبا بك أحمد. أحمد تسمعني أخي؟ نعم أسمعك أحمد. بالطبع لابد أن نترك لك بعض الوقت كي تختصر لنا المشهد في الجنوب بعد الضربة الإسرائيلية الغادرة، لكن بعد ذلك أحب أن أعرف منك كيف يتواصل أعضاء جماعة حزب الله مع قياداتهم بعد ضربة البيجر؟ تفضل. نعم تحياتي لك في البداية. ربما بالفعل كما ذكرت أن الحدث الأمني الغادر الذي ضرب الجنوب اللبناني ومناطق بالعاصمة اللبنانية بيروت والبقاع الغربية على مدار يوم أمس واليوم كان هو الأبرز في الجنوب اللبناني، وخصوصا أن العملية التي نفذت والاستهداف السيبراني اليوم الذي طال عدد من الأجهزة كان مركزه في الجنوب اللبناني. يعني على الدفاع عن مسؤولية الدفاع المدني اللبناني يقول أن هناك 60 منزلا تضرروا جراء هذه العملية التي نفذت في الخامسة عصر اليوم، وأن هناك أكثر من وهذا 60 منزلا فقط في النبطية في القطاع الأوسط للجنوب اللبناني. بالتزامن مع هذه العملية كنا بالفعل في النبطية وكنا قد شاركنا في أو ظهرنا على شاشة القاهرة الإخبارية واستعرضنا مستشفى النبطية وحال استقبال المصابين وأيضا الذين لا يزالون في العناية المركزة في مستشفى النبطية جراء العملية التي وقعت أمس. وبعد خروجنا من المستشفى وأثناء سيرنا في القطاع الأوسط وفي تحديدا مدينة النبطية شاهدنا عناصر تتساقط في مناطق متفرقة. يعني على سبيل المثال شاهدت اليوم شخص يحمل جهاز في يده وفجأة يسقط ووسط بركة من الدماء من دمائه شخصيا، وهناك حرص كبير من المواطنين ألا يقتربوا منه، هناك خوف من الاقتراب منه حتى جاءت سيارات الإسعاف وتعاملت مع هذه الوقاعة. أود فقط أن ألفت انتباه السادة المشاهدين إلى أن ما نعرضه الآن هو لعمليات عاجلة يقوم بها بعض عناصر الجيش اللبناني لتفكيك بعض الوحدات التكنولوجية التي يظن أنها مفخخة بدورها. هذه عمليات يقوم بها إذن متخصصون في ضمن الجيش اللبناني لمواجهة هذه الهجمة الإسرائيلية. تفضل أحمد، آسف للمقاطعة. أحمد سنجاب. طيب الزملاء يخبرونني بأن الزميل أحمد سنجاب لم يعد يسمعني الآن، سيعاودون الاتصال به توا. الفكرة الأساسية التي ما تنفك تطارد كل من يتأمل هذا المشهد المروع في لبنان هي التالية: هل يمكننا أن نحتسب ما حدث هجوما سيبرانيا أم أنه أكبر من ذلك بكثير؟ هذا تقليل من شأنه في رأي بعض المتأملين للمشهد إذا ما احتسبناه مجرد هجوم سيبراني. الهجوم السيبراني في رأي الكثيرين هو أن تدخل لتعطل نظام تشغيل في محطة كهرباء أو أن تسرق معلومات من بنك أو شيء من هذا القبيل، أو أن تعطل التواصل بين جهات بعينها في دولة ما، لكن أن تفخخ أجهزة وأن تجعلها قابلة للتفجير، هذا أكبر بكثير من مجرد هجوم سيبراني. أحمد أنت تسمعني الآن أخي؟ أحمد سنجاب.
تماما كما بدأنا هذه الساعة من التغطية مشاهدي الكرام بأن الإسرائيليين أظهروا براعة فائقة في سفك الدماء، هذه براعة لا شك فيها، لكنها براعتهم الوحيدة هذا أولا، ثانيا هي براعة موجهة الهدف بدقة نحو من يوصفون بأنهم الأغيار الذين يحل سفك دمائهم بكل الطرق الممكنة. السيناريو الذي يطرح الآن وهو سيناريو لا يمكن تأكيده قبل أن تكتمل التحقيقات التي أنا متأكد أن الحكومة اللبنانية أمرت بها على الفور، السيناريو الذي يطرح في وسائل الإعلام هو التالي: هذه الأجهزة التي تعاقد عليها أحدهم من المرتبطين بحزب الله بشكل أو بآخر مع شركات في تايوان كما يقال، هذه الأجهزة مرت على الموساد الإسرائيلي، مرورها هذا جعلها تفخخ بشكل أو بآخر بما لا يخل بوزنها وطبيعتها وبما لا يدع مجالا للشك في أنها آمنة، وتركت هذه الأجهزة تتحرك حركتها الطبيعية بعدما فخخت وربطت بأجهزة إرسال وضعت في شمال إسرائيل انتظارا للحظة المناسبة، واللحظة المناسبة لسفك الدماء كانت حين ضغط أحدهم على زر ما فانفجرت هذه الأجهزة. المرعب أن هذه الأجهزة لا تكون فقط في أيدي المقاتلين بين قوسين من كوادر حزب الله، هي تكون بحسب ما نقل إلينا من وزارة الصحة اللبنانية هي تكون بين أيدي الأطفال أحيانا، بين أيدي الزوجات، بين أيدي المدنيين العاديين الذين بشكل أو بآخر انتقلت إليهم هذه الأجهزة. نحن لا نتحدث عن عسكريين استهدفوا بعمل جبان من هذا النوع، نحن نتحدث عن مدنيين، عن أطفال، عن نساء، عن عجائز ضربوا، فقدوا عيونهم، فقدوا أطرافهم، استشهدوا نتيجة هذه الضربة الإسرائيلية الغادرة، نتيجة براعة الإسرائيليين في أمر واحد لا يبرعون في أمر آخر سواه، براعتهم في القتل. أحمد سنجاب تسمعني الآن أخي؟ نعم أسمعك الآن. نعم نحن نقدر أن الاتصالات لديك ليست في أحسن حال يا أحمد، أنا أعتذر قاطعتك لكنني كنت أشرح للمشاهد الكريم ما الذي نعرضه إلى جوارك على الشاشة، تفضل أخي أكمل. نعم كنت أتحدث وأقول كنا نسير في شوارع مدينة النبطية، وحينما نسير في الشوارع نشاهد شخص ما يحمل في يده جهاز وفجأة يسقط وحوله بركة دماء، فكنا نتعجب من هذا الأمر. هذا الأمر كنا نسمع عنه بالأمس، ولكن أن يحدث أمامنا اليوم وأمام أعيننا وفي الشوارع، فكلما نسير نجد في منطقة أو في أخرى شخص يسقط وفي يده هذا الجهاز، حتى أن حصيلة المصابين في النبطية وحدها من بين 450 مصابا هناك 300 مصاب في مدينة النبطية أو في قضاء النبطية فحسب، بالإضافة إلى احتراق عدد كبير من المنازل والسيارات، هناك 15 سيارة احترقت جراء هذا الهجوم. كيف حدث يا أحمد أن التقارير تشير إلى إصابة أطفال ونساء وعجائز؟ ما نقل إلينا في البداية أن هذه الأجهزة توزع فقط على الكوادر المقاتلة لحزب الله. نعم، عناصر حزب الله لديه نوعين من العناصر، عناصر مكشوفة وعلنية وتتعامل مع الجمهور بشكل يومي، وربما هذه هي العناصر التي تم استهدافها، وعناصر أخرى غير معلومة وهي العناصر المسلحة أو كتائب المسلحين لدى حزب الله، وربما هؤلاء لديهم وسائل أخرى للتواصل. أما الجهاز الذي تم استهدافه بالأمس فهو عبارة عن جهاز في حجم أصابع اليد، على سبيل المثال هو حجم
أصغر من هذا الهاتف النقال. ففي لحظة وفي توقيت معين في بالأمس في 3:30 تحديدا جاءت على هذه الأجهزة اللاسلكية رسالة. هذه الرسالة بعد وصول الرسالة ب4 ثواني فقط انفجرت هذه أو بطاريات هذه الأجهزة نتيجة سخونة أو نتيجة موجات كهرومغناطيسية تم بثها من مسيرات. هناك سيناريوهات كثيرة وفرضيات كثيرة يتم التحقيق فيها حتى الآن. فكل شخص يحمل هذا الجهاز أو في أي مكان في هذا الجهاز انفجر بالقرب من طفل، انفجر في يد أحدهم، انفجر أمام عينيه وهو يقرأ الرسالة، انفجر بأي شكل من الأشكال. ففي أي حال انفجر فيه الجهاز حدثت الإصابة. على سبيل المثال هناك طفلين استشهدا جراء العملية التي حدثت بالأمس، فالطفلين كان الجهاز بالقرب منهما وأثناء انفجاره، فبالتالي لم تتحمل الأطفال هذه الشحنة أو هذا الانفجار، أدى ذلك إلى استشهادهما الطفلين، طفلة في 8 عمرها وطفل في 11 من عمره. فبالتالي هذه هي إصابات الأطفال. أما فيما يتعلق بإصابات العناصر، أغلب الإصابات الغالبية العظمى، وربما هذا ما يشكل أكبر ضغط على القطاع الصحي في لبنان، وهو الإصابات المتزامنة في الأيدي وفي الأعين نتيجة حمل الجهاز ووضعه أمام الأعين لقراءة هذه الرسائل. فبالتالي هذه الحالات هي حالات خطرة وصعبة، وصعب على أيضا الفرق الطبية في لبنان التعامل معها. قلوبنا معهم والله يا أحمد. أخيرا أحمد، لا أعرف ما إذا كانت هناك تصورات متداولة وصلتك بشأن الطرق التي يتواصل بها أعضاء الحزب مع قياداتهم بعد أن سقطت هذه الطريقة في التواصل، طريقة المجيب الآلي والهواتف ربما بأسرها لم تعد آمنة. نعم، ربما هي ليست طريقة واحدة التي سقطت، ولكن بالأمس سقط جهاز البيجر الموجود لدى عدد كبير من العناصر المكشوفة لحزب الله، واليوم سقط جهاز الأيكوم وعدد من الأجهزة أخرى التي تحتوي على بطاريات الليثيوم المعروفة بقدرتها على الصمود لفترة أطول، وأيضا أنها لا تحتاج إلى شحن لفترة أطول. ولكن الخوف الأساسي لدى صفوف الحزب ولدى المواطن اللبناني أيضا هو من الغد. إذا كان بالأمس تم استهداف البيجر واليوم تم استهداف الأيكوم، فما الذي يمكن استهدافه في الغد؟ وخصوصا أن هناك صمت إسرائيلي كامل حول هذا الأمر، لا تسريب لأي معلومات ولا وجود لأي معلومات حقيقية حول هذا الأمر. وخصوصا أيضا أن اليوم لم يكن فقط انفجار أجهزة اتصالات، ولكن كان هناك انفجار لبطاريات ليثيوم تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الشمسية في عدد من المنازل، مما أدى إلى احتراق هذه المنازل. كل هذه الأمور ربما تثير قلقا بالغا في الشارع اللبناني. كيف يتواصلون يا أحمد أرجوك؟ والخوف الأساسي هو من الغد. نعم، الطرق التقليدية ربما هي الأساس في التواصل في هذه الأثناء، عبر الرسائل المحمولة أو المكتوبة أو الزيارات أو التواصل بأشكال أخرى بخلاف التواصل عبر أجهزة البيجر أو أجهزة الاتصالات اللاسلكية بشكل عام. يؤسفني، يؤسفني جدا يا أحمد، ولكن الارتباك أن أقول أنه هذا جزء من التهديد الذي قاله وزير الدفاع الإسرائيلي وهو واقف على الحدود مع لبنان. قال سنعيد لبنان إلى العصر الحجري. من ناحية الاتصالات فعلوا ذلك للأسف الشديد يا أحمد. نعم، ربما هذا حدث بالفعل، ولكن الخوف الأكبر من الغد. هناك مخاوف وشائعات كثيرة يتم ترديدها على وسائل التواصل الاجتماعي هنا في لبنان، وأيضا على مجموعات الواتساب وخلافها من المجموعات التي تحذر من استخدام الهواتف المحمولة، تحذر من استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة، الساعات الإلكترونية والساعات الذكية، تحذر من استخدام السيارات التي تحتوي على بطاريات ليثيوم كالسيارات الكهربائية، أو أيضا السيارات التي تحتوي على أجهزة جي بي اس أو غيرها من الإمكانيات والأجهزة المتطورة التي ربما باتت في بيت في كل بيت في لبنان تقريبا. فكل هذه الأمور تثير قلقا بالغا في الشارع اللبناني جراء هذا العدوان السيبراني الكبير وغير المسبوق الذي تعرضت له الدولة اللبنانية على مدار يومي أمس واليوم.
حافظ على نفسك ما وسعك يا أحمد، أشكرك جزيل الشكر. أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في جنوب لبنان. قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض إن تفجيرات أجهزة الاتصال اللاسلكي التي شهدتها لبنان يوم أمس أسفرت التي شهدها لبنان يوم أمس أسفرت عن مقتل 12 شخصا بينهم طفلان وعدد من العاملين بالقطاع الصحي. وأضاف وزير الصحة اللبناني خلال مؤتمر صحفي أن هذه التفجيرات أسفرت كذلك عن إصابة نحو 2800 شخص بينهم حالات حرجة. بموضوع حصيلة الإصابات، نحن حاولنا مثل ما عودناكم بطوارئ الصحة اللي يعني غرفة طوارئ الصحة اللي بالوزارة نعطيكم أدق الأرقام. نحن امبارح الأرقام اللي أعطيناكم إياها كانت على قد ما بنقدر، واليوم بعد مراجعات ومتابعات مع كل المستشفيات نحن رجعنا جددنا ودققنا أكثر بالحصيلة. نحن حصيلة الشهداء حتى اليوم هي 12 شهيد بيناتهم طفلين، فتاة عمرها 8 سنوات وشاب صغير عمره 11 سنة، بالإضافة لعدة عاملين في القطاع الصحي كذلك كانوا جزء من الشهداء اللي سقطوا. برجع بكرر عدد الشهداء حتى الآن هو 12 شهيد. بموضوع عدد الجرحى اللي سقط، الرقم اللي اعطيناه امبارح وبعد ما رجعنا اكدنا اليوم على الارقام، طلع ارقام اعلى في الساعات الماضيه ونحن قلنا انه هذا رقم غير دقيق، والسبب انه رقم غير دقيق لانه في بعض المرضى كانوا عم ينحسبوا اكثر من مره، لاول مستشفى وصلوا له وبعدين بالمستشفى اللي انتقلوا له. عدد الجرحى حتى الان هو ما بين 2750 و2800 مريض. ونحن عم نرجع نتابع لانه عم نجيب اسامي كل المرضى وعم نتاكد من يعني هويه. من هدول ال 2750 مريض حوالي 750 منهم كانوا في منطقه الجنوب، حوالي 150 كانوا في مناطق البقاع، وحوالي 1850 كانوا في مناطق بيروت والضاحيه الجنوبيه. يشرفنا الان من العاصمه اللبنانيه بيروت سعاده الدكتور هشام فواز رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات بوزارة الصحة اللبنانية. سعادة الدكتور قلوبنا معكم والله. قل لي أولا ما نوع الإصابات يا دكتور هشام؟ الله يخليك، الله يخليك، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين بمصر بكافة الدول العربية. بداية أنتم تطرقتوا للحدث امبارح بس ما يمكن ما تطرقتوا لحدث اليوم. اليوم نحن لحد هذه اللحظات عندنا أكثر من 14 شهيد وعدد الشهداء قابل للزيادة، بالإضافة لأكثر من 450 جريح غير الإصابات تبعول امبارح. يعني نحن بين امبارح واليوم تجاوزنا تقريبا ال 26 شهيد و 3400 إصابة. برجع بعيد بين اعتداءات امبارح واليوم، لانه نحن كمان اليوم مثل ما بتعرف بعد الظهر شهدنا اعتداءات كمان مشابهه للاعتداءات اللي صارت البارحه وادت لحصيله اوليه ل 14 شهيد. برجع بعيد العدد قابل للزياده باي لحظه لانه في كثير جرحى كريتيكال عم نتابع حالتهم. اليوم نوع الاصابات واضح يتركز بشكل رئيسي بالوجه، بالاعين، بالخاصره، بالبطن وبالصدر. اغلب الاصابات، الجزء الاكبر من الاصابات هو يتركز بالجزء العلوي من الجسم. البعض يمكن بعد حد هذه اللحظة ما عرف حجم وقصاوة الإصابات اللي صارت امبارح، لأن احنا صار عندنا امبارح لا يقل شأنا من ناحية عدد الإصابات وضررها عن يمكن الشيء اللي شفناه بانفجار مرفق بيروت. نعم هناك صحيح حوالي 2800 ل 2850 اصابه، لكن الجزء الاكبر من هذه الاصابات يعني اكثر من 1600 اصابه بقيت بالمستشفيات، وهذا رقم كثير كبير. تقريبا منهم 300 حاله حرجه جدا. من هذه الحالات كمان رح يترتب طبعا نتيجه الاصابات البالغه عدد كبير من حالات فقدان البصر او لا سمح الله الاعاقه الدائمه او البتر. بالتالي نحن كنا امام مصدره حقيقيه امبارح، واليوم صاروا استكمال للمصدره يلي ما بعرف كيف انا اوصفها، ابشع الاوصاف
يلي هذه المصدر المستمر بحق الشعب اللبناني وحق الشعب الفلسطيني وحق كل الشعوب العربية. دكتور هشام، هل المادة التي تسببت في كل هذا الضرر في أهلنا اللبنانيين بارود؟ نعم. متفجرات تي ان تي؟ انا لأكون صادق معك، انا ماني شخص امني ولا احمل اي صفة امنية، هذا الموضوع بتركه للأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، هي تنزل بيانات رسمية توضح المواد التي سببت هذا الكم من الإصابات، لكن أنا اللي فيه أخذه على المستوى الصحي والطبي أنه هذه الإصابات كانت بالغة جدا. نحن حتى ساعة حتى اليوم نحن أنا شخصيا وكل فريق عمل الوزارة على رأسه معالي الوزير لم ننم خلال 48 ساعة الماضية، يعني نحن اليوم أكثر حتى تخطينا 48 ساعة الماضية بعمل متواصل، أطباء غرف العمليات بعد لحد هذه اللحظة شغالة. نحن ما ننسى أنه عم نمر بأزمة اقتصادية كتير كبيرة، عم بمر بحرب من أكثر من سنة، نحن بلد صغير، منا بلد كبير، لبنان بلد صغير، وفجأة يجي عليك اعتداء، يصيبنا اعتداء بأعداد تتجاوز 3000 جريح، منهم عدد كبير من حالات الحرجة. هذا اندل بدل هو على كتير إشياء، منا صلابة قطاع الصحة اللبناني، صمود هذا القطاع، بالإضافة للتحضيرات اللي قامت فيها غرفة عمليات الطوارئ الصحية بالوزارة. أنا غير أني أنا رئيس المستشفيات، أنا جزء من هذه غرفة الطوارئ الصحية، بفتخر أكون جزء من هذه الغرفة يلي صار سنة عم بتحضر مستشفياتنا، عم بتحضر مستشفياتنا للأسوأ، للسيناريو اللي كنا ما بنتمنى نوصل له، للأسف وصلنا له وعم نوصل له. نعم، نحن كل يوم لبنان عم يتعرض لاعتداءات، عم بيكون في شهداء، عم بيكون في جرحى، لكن اللي صار امبارح واليوم مختلف. ما الذي ينقصكم يا دكتور هشام؟ مختلف، غير متوقع، مجزرة بكل معنى الكلمة. لكن الحمد لله بفضل التحضيرات، بفضل إيماننا بهذا البلد، بفضل أطبائنا، بفضل العاملين، بفضل الأجهزة الإسعافية، بفضل الطاقات التي نملكها بهذا البلد والإيمان بهذا البلد والحب بهذا البلد، قدرنا نستوعب الصدمة، قدرت مستشفياتنا تستوعب الصدمة. نعم، الجراحة كبيرة، الألم كبير، صحيح، التضحيات كبيرة، دماء كتير سالت، مستشفياتنا ممتلئة، لكن مثل ما بقولوا هذا ما كتب الله لنا، مثل ما بقولوا هذا. دكتور هشام، لبنان ليس وحده قطعا، لبنان محاط بأصدقائه، على الأقل أصدقائه العرب، دعنا لا نتحدث عن الأصدقاء الأوروبيين أيضا. ما الذي تحتاجونه الآن يا دكتور هشام؟ ما الذي ينقصكم؟ أول شيء قبل أي حاجة مادية، لبنان يحتاج إلى الدعم، إلى الدعم المعنوي، إلى الموقف العربي الصلب الواحد، إلى موقف لوقف هذا الاعتداء، لوقف هذه الحرب. نحن من اللحظة الأولى أكدنا أننا لا نريد الحرب، لا في لبنان ولا في غزة، ومع وقف الحرب في لبنان وفي غزة منذ اللحظة الأولى. ومش لبنان يلي عم بيدعى للحرب، لبنان دائما كان عم يدفع ثمن هذه الحرب، لبنان دائما كان عم يعتدى عليه، مش من اليوم، من السبعينات لليوم لبنان يعتدى عليه، لبنان اللي احتلت ارضه من هذا العدو. والله يا دكتور هشام، هذا كلام يعرفه كل متابع للشأن في الاقليم. كنت احب ان ادفعك للحديث عن مطالبك العمليه. لا، انا هلا شو مطالبي؟ اللي هو المطلب الاساسي نوقف الحرب، ما بقى بنحتاج شيء. نعم. ثاني شيء، نحن اكثر من مناسبه اكدنا انه التوقف عن الاعتداء على المقرات الصحيه، على العاملين الصحيين، نحن باخر اعتداء امبارح سقطنا عاملين صحيين، التوقف عن اعتداء المدنيين العزل، كل اللي سقطوا امبارح واليوم كانوا عزل، لا يملكون لا يحملون اي سلاح. بالتالي بالاضافه لهيك، نحن كقطاع طبي، نحن طبعا لدينا احتياجات، نحن برجع بعيد، نمر في ازمه اقتصاديه خانقه، عندنا احتياجات كبيرة من المستلزمات الطبية والأدوية، هناك عدد من الدول قامت بالاتصال مشكورة، دولة العراق الشقيقة مشكورة، أرسلت بعض المساعدات وعم ترسل فتح جسم جوي. أي دولة عربية أو أي دولة صديقة أوروبية أو أي دولة بالعالم حابة تساعد لبنان والقطاع الصحي بلبنان، طبعا نرحب بها. طبعا أي دعم، لبنان بحاجة لدعم كتير كبير، خصوصا بظل الاعتداءات المتكررة اللي عم يتعرض لها، فأي مساعدات على مستوى المستلزمات الطبية، على مستوى الأدوية، أكيد نحن بلدنا بحاجة إلى. أخيرا يا دكتور هشام، ولا أعرف ما إذا كنت ستتحرج أيضا من الإجابة، لكن هل شاهدت في مسارك المهني كطبيب، هل شاهدت إصابات من هذا النوع نتيجة انفجار
جهاز اتصال بيجر أو هاتف أو شيء من هذا القبيل، أم إنه هذه إصابات فريدة من نوعها يا دكتور؟ أنا أول شيء لا ما عندي إحراج جواب، ليس لدي إحراج جواب على أي سؤال. ثانيا أنا دكتور لكن لست طبيب. أنا لست طبيب كطب، لكن خلال مسيرتي المهنية بقلب وزارة الصحة، خصوصا أن عايشت انفجار مرفأ بيروت للأسف، وعايشت الكورونا والكوليرا، وبكل صراحة نحن كنا نتدرب ونتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجمع جميع الخبراء الدوليين على كيفية استقبال الإصابات الجماعية، إصابات الحروب، لكن ما حصل في لبنان لم يحصل في العالم مطلقا سابقا. ما حصل في لبنان هو درس في العدوانية، درس في الانتهاكات لكافة الحرم الدولية. يعني صدقا ما حصل للأسف يدرس. يعني حتى بعض الأطباء، مش بعض، أغلب الأطباء قالوا لنا ما حصل اليوم يدرس في علم الإصابات الجماعية وفي علم الاعتداءات والحروب، لأنه ما حصل غير مسبوق، وما حصل كان غير متوقع من أحد. لأكون جدا صادق معك وشفاف، نحن كنا نضع احتمالات قصف، احتمالات مجازر، احتمالات قصف في عدة أماكن، لكن أن تأتي الضربة بهذا الشكل بخلال أقل من نصف ساعة، أن يكون لدينا أكثر من 2000 جريح في غرف الطوارئ بلحظات، هذا لم يكن متوقعا صراحة. دكتور هشام، كيف تتواصلوا مع زملائك في الدائرة؟ واللبنانيون كلهم كما أعرف يخشون من استخدام أدوات الاتصال التكنولوجية الحديثة. نحن برجع بعيد، نحن موضوع حجم الضرر الأمني أو حجم الخلل الأمني أو حجم التأثير على قدرة الاتصالات، أنا هذا الموضوع أفضل أن أتركه للأجهزة المعنية اللي هي الأجهزة الأمنية وأنا المختصة أحترم اللي قادرة تحدد حجم الخلل. أنا أحترم تحفظاتك هذه يعني يا دكتور هشام. أنا بحكي بالأمور اللي أنا عندي معلومات عنها، الأمور اللي ما عندي يا سيدي كما يقول أهلنا اللبنانيون عراسي. والله أشكرك شكرا جزيلا، وقلبي معك، قلوبنا جميعا معك ومع أهلنا في لبنان. سعادة الدكتور هشام فواز، رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات بوزارة الصحة اللبنانية. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيعيد سكان الشمال إلى منازلهم. وأوضح نتنياهو أنه سبق له أن أكد أن سكان الشمال سوف يعودون إلى منازلهم بأمان، وأن هذا هو ما سيفعله الآن. قال إعلام إسرائيلي إن مجلس الحرب فوض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت باتخاذ خطوات دفاعية وهجومية ضد حزب الله من أجل تحقيق أهداف الحرب. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إسرائيل نقل الفرقة 98 الإسرائيلية من قطاع غزة للجبهة الشمالية، وذلك في إطار خطة الاحتلال لتدعيم الجبهة تحسبا لاتساع رقعة الصراع مع الجماعة اللبنانية. الآن يشرفنا من القاهرة سعادة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، ومن بيروت الدكتور خالد عزي أستاذ العلاقات الدولية كذلك. مرحبا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور حامد فارس. يا دكتور حامد، ما شاهدناه من فعل إسرائيلي، ودعنا لا نضيع الوقت في الأوصاف، ما شاهدناه من فعل إسرائيلي منذ الأمس غير متكرر في التاريخ يا دكتور، أليس كذلك؟ أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا بضيفك الكريم من بيروت وبالسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية. طبعا في ظني وتقديري أن إسرائيل ترتكب كل أنواع الجرائم وتقوم بكل الأفعال من أجل اتساع رقعة الصراع، لأن هذا له عدة دلالات، وأيضا لديه الكثير من الرغبات خاصة من حكومة نتنياهو للسعي وبكل قوة إلى استمرار وجودها في السلطة، خاصة أن الحرب في قطاع غزة بالفعل شرفت على الانتهاء من الناحية العملية، لأن إسرائيل حولت قطاع غزة
إلى أرض محروقة لا يستطيع أحد أن يعيش فيها، وبالتالي تسعى إلى فتح جبهة أخرى. والآن حزب الله لا يسعى بشكل كبير إلى فتح الجبهة الشمالية مع إسرائيل لأن هناك ضغوط داخلية. لكن يا دكتور حامد، في سياق دراستك لتاريخ الصراعات الدولية منذ العصر الحجري وحتى الآن، مر عليك أمر كالذي يحدث الآن بين إسرائيل ولبنان؟ هو يعني مش ما بين ليس بين إسرائيل ولبنان، ولكن في عام 96 قامت إسرائيل باغتيال يحيى عياش، وهو أحد رموز المقاومة الفلسطينية، وأيضا كان ذلك من خلال هاتف مفخخ، وتم ذلك عن طريق أنه يعني سمع صوت يحيى عياش، وكانت هناك طائرة إسرائيلية اقتربت من منزله، وعندما تم سماع صوته من خلال اللاسلكي ومن خلال أجهزة الاستخبارات تم استهدافه وقتله في لحظة ما. ولكن بهذا الشكل الجماعي وبهذا العقاب الجماعي، لأن لك أن تتخيل أستاذ محمد أن حجم المصابين في هذه العملية النوعية داخل الأراضي اللبنانية، ما بنتحدث عن قرابة 3000 مصاب، يعني على بالنسبة لعملية أمس. هؤلاء يعيشون وسط الشعب اللبناني الشقيق، ويتحركون في الأسواق ويتحركون في كل شيء، وبالتالي هناك أبرياء كثر يعني تم استهدافهم دون ذنب، لأنه يعني من يحمل البيجرز يعني هو في النهاية يتحرك في كل مكان. صحيح. وكما صحيح. أشار لك الطبيب اللبناني من أن هناك طفلين يعني تم قتلهم بدم بارد نتيجة هذه العمليات. إذن يمكننا أن نقول بضمير مهني مستريح يا دكتور إنه هذا أمر غير مسبوق، ما حدث لم تكن له سوابق تاريخية في الصراع بين الدول. أذهب الآن إلى بيروت حيث سعادة الدكتور خالد. يا دكتور، أي سيناريو تميل أنت إليه؟ سيناريو إن هناك تكنولوجيا جديدة مستقبلية تشبه الخيال العلمي يمكنها أن تفجر أي جهاز اتصالات إذا وجهنا هذه التكنولوجيا نحوه، أم إنه هذه الأجهزة فخخت مسبقا؟ ما الذي تميل إليه يا دكتور؟ يعني الاستغراب هنا من حضرتك يعني غير مبرر، يعني نحن في جيل الخامس للتكنولوجيا، يعني وبالتالي إذا فخخت أو هذه هي عملية الذكاء الاصطناعي، هنا دول تعمل على تطوير قدراتها التكنولوجية وفقا للعصر الحالي، وبالتالي نحن نعيش حرب التكنولوجيا كانت سيد الموقف. هذه الحالة شاهدناها نحن في اغتيال مرفأ بيروت، وربما إذا حاولنا المقارنة، وربما هنا المقارنة قد تكون قريبة لكن ليس بالسلاح الكلاسيكي، عندما دمرت مطارات مصر في 67 وضرب كل الدفاعات الجوية والقدرات على حماية الألوية، تشابه هذه الحالة، لكن هذه المرحلة كان الصاروخ والدبابة هو سيد الموقف، اليوم هو الدرون والقدرات التكنولوجية بالذكاء الصناعي. إذن نحن نحكي عن حوالي 60 عاما، 60 عام يمكن أن نقول أن هذا استغراب وهذه وحشية، لكن الدول اليوم تحولت إلى أن كبسة زر بدون الدخول في معارك برية أن تقضي على آلاف وأن تصيب الآلاف وتدمر مدن بكاملها. لم يصلنا عن ذلك خبر يا دكتور خالد، هذا هو الغريب. يعني نحن نتصور ونحن نعبث على الفيسبوك وعلى إكس وجوجل في متناول أيادينا والويكيبيديا، نتصور أن احنا أبو العريف، يعني اتضح أن احنا لا نعرف شيء يا دكتور. يعني المشكلة أنه حالة الفيروسات التي تصيب العالم هي جزء من الحروب التكنولوجية والبيولوجية أصلاً. يعني مرفأ بيروت عندما دمر بصاروخ ورفض الجميع أن يعترف بأن هذا الصاروخ إسرائيلي، أنزل في دقائق 7000 إصابة، وبالتالي
يعني نحن نريد أن نعترف ماذا نريد أن نعرف وماذا لا نريد أن نعرف لا نريد أن نعرف. يعني المشكلة أيضا في الصاروخ نزل في مدرسة في غزة في لحظة واحدة يعني قتل الآلاف من الشهداء، يعني حوالي 700 شخص تم قتلهم في لحظة صغيرة. الحرب الأوكرانية الروسية، يعني نحن من بعيد نهتف ننقسم إلى قسمين، قسم مع روسيا وقسم من أوكرانيا، لكن على الأرض لا نعرف كيف تدور هذه الحروب وكيف تطلق الطائرات وتدمر مصافي وتضرب سفن وتضرب غواصات فيها الآلاف من الناس ويتم التعتيم عليها. إذن نحن هنا نعيش مرحلة الصراع التكنولوجي الحاصل بين الولايات المتحدة والصين، هو من يسيطر على الجيل الخامس. وأظن أن عمادة هذا الجيل الخامس هي الدول المتحررة تكنولوجيا ولها قدرات عالية بالتكنولوجيا. دكتور خالد، جهلنا خطيئتنا أم أنه لأننا ضحية؟ يعني هم يفرضون علينا الجهل. لا، ليس نحن جاهلون، ليس كيف نحن جاهلون، نحن لدينا عباقرة في هندسة التكنولوجيا ولدينا قدرات يمكن أن نصنع من لا شيء شيء. يعني هناك الاقتصاد المعرفي الذي بدأ يتطور رويدا رويدا في مصر، هناك يعني اللقاءات المعرفية التي تضع الدول الإمارات وقطر و تقريبا المملكة العربية السعودية، لكننا نستورد التكنولوجيا من الخارج. يا دكتور خالد، أنت تعرف يعني هذه الهواتف وأجهزة المجيب التي فجرت ليست مصنوعة في لبنان، أنت تعرف. ليس وحدنا، هناك دول عظمى وتملك نووي، ونحن شاهدنا منذ فترة مشكلة التليجرام الذي صنعها الروسي ولم يستطيع توزيعها في روسيا، إنما ذهب للغرب يعني نشرها وبيعها. هناك كمبيوترات عالمية للنوفا، هو صناعة من دولة بيلاروسيا، العباقرة في كل الدول، لكن هناك عدم ثقة في الاستثمار في مجال التكنولوجيا والمعرفة. هذا لا يعني الشعوب، هناك عباقرة في مصر، علماء في مصر، في الدول العربية، لكن مشكلتنا أننا لا نعطي لهذه الاستثمارات قيمة كبيرة. ومن هنا يجب القول أننا لسنا ضحية، كأننا نحن لأننا نستورد، نحن نستورد الأبر للخياطة من دول أخرى، لكن هذا لا يعني أن عقولنا لا تستطيع أن تصنع. سأعطيك مثال، مصر عندما بدأت بحفر المتروهات كانت تستورده من روسيا ومن الصين، في فترة تم الاستغناء عنها وقالوا أننا نريد فقط المهندسين. أما اليوم من يحفر في مصر في ظل حكومة السيسي الحالية هم نفسهم المسار، وهذا عبقرية المصريين أيضا. قناة السويس عندما عملوا العبارة، والله يا دكتور خالد أنت تتحدث حديثا طيبا عن بلدي مصر، وهذا يتيح لي الفرصة كي أقاطعك، لأنه لن يبدو إطلاقا أنني أقاطعك رفضا لما تقول، لكن الوقت انتهى للأسف الشديد، لم يتبقى إلا أن أسألك وأرجو أن تكون الإجابة تلغرافية. أرجوك، ماذا ستفعلون غدا يا دكتور؟ ماذا سيفعل اللبنانيون غدا؟ سنلملم جراحنا ونطلب من الدولة أن تقيم تحقيق فعلي، وأن تذهب إلى مفهوم أساسي أن هذا البلد هو يدفع دم ويدفع أشلاء من أبنائه، ليس لمصلحة وحماية هذا البلد، وإنما لأجندة خارجية تحاول استغلالنا للتفاوض علينا وبالتالي تحقيق مصالحه. ما لا نفعل شيء، نحن مرتبطون بصراع ليس لنا، يعني لن أقول ليس لنا، لا قدرة لنا على التغيير فيه به. هذا تعبير شديد الدقة يا دكتور. أعود الآن إلى القاهرة حيث سعادة الدكتور حامد فارس. باختصار شديد يا دكتور، كيف يمكن أن يقف أصدقاء ومحبو لبنان معه في هذه المحنة؟
يعني دائما وابدا لبنان ينظر اليها بانها قلب العروبه، وهناك الكثير من الدول يسعون الى مساعده لبنان، ليس فقط في هذا الحدث الجلل، ولكن ايضا عندما انفجر مرفأ بيروت في أغسطس من العام 2020 تقدمت الكثير من الدول لمساعدة لبنان، ولكن المساعدة الكبرى التي لابد أن تتم هي كيفية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الحرب على قطاع غزة باعتباره هو المسبب الرئيسي، وكيفية لجم دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولكن هناك نقطة جوهرية حضرتك سألت فيها ضيفك الكريم من لبنان ولابد أن أشير إليها، لأن سؤال حضرتك يا أستاذ محمد كان سؤال في منتهى الذكاء وهو الخاص بالتكنولوجيا. الآن التكنولوجيا أو شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية أصبح نفط العصر الحديث، بمعنى أن هذا هو من يؤتي ثماره ويجني الثروات للشعوب. ونشاهد على سبيل المثال ما يحدث من صراع كبير بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يخص تايوان، باعتبارها هي من تنتج أكثر من 92% من الرقائق الإلكترونية الدقيقة التي تدخل في كل شيء، في صناعة الطائرات، في صناعة الدبابات، في صناعة كل شيء. وبالتالي لابد أن يتحمل، أعود مرة أخرى إلى الإجابة على سؤال حضرتك، مساعدة لبنان لابد أن تأتي من قبل الدول الكبرى التي تدفع في اتجاه عدم تغذية الصراع، نعم، وعدم تمدده، والسعي بكل قوة إلى وقف الحرب على قطاع غزة باعتباره هو المسبب الرئيسي لكل ما نشاهده. أشكرك جزيل الشكر سعادة الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية وافر امتناني، أقدمه كذلك لضيفي الكريم من بيروت الدكتور خالد عزي أستاذ العلاقات الدولية. مشاهدي الكرام الشكر الجزيل لكم بدوركم. جملة أخيرة ولو أنها ستغضب زملائي الذين يصرون أن الوقت قد انتهى وهو قد انتهى بالفعل، كيف يمكن للواحد منا إن كانت هناك تكنولوجيا حربية بالفعل تستطيع أن تستهدف الهاتف الذي يستخدمه كل واحد منا ويمكنها أن تفجره في اللحظة التي نقربه فيها من أدمغتنا، كيف يمكن للواحد منا أن يشعر بالأمن بعد ذلك؟ أنا لا أتحدث الآن عن المصيبة في لبنان، كان الله في عون أهله الطيبين محبي الحياة، لكنني أتحدث عن مصيبتنا جميعا، كيف سنشعر بالأمن بعد الآن؟ لا أعرف.